مساء الفل، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم شباك حارتنا. نحييكم مره اخرى من استوديوهاتنا في مدينه الانتاج الاعلامي. عايزه اقول لكم اني سعيده جدا بردود الافعال على الحلقه اللي فاتت، وبتمنى اني اكون دايما ضيفه خفيفه على قلبكم وان محتوانا ينال اعجابكم. معايا النهارده مجموعه من الشباب المتميزين المثقفين اصحاب فكر مختلف. معايا فريق ديوان التاريخ ومبادره حكاوي. أهلا وسهلا بكم. تعالوا نتعرف عليهم بشكل أعمق ونشوف الهدف من مبادرتهم وعايزين يوصلوا لنا إيه. معنا الأستاذ محمود صقر، هو باحث أثري ومحاضر معتمد من المركز الدولي العربي ومؤسس رئيس ديوان ورئيس ديوان التاريخ. أهلا بك يا أستاذ محمود. أنا الأسعد والله. معنا الأستاذة أسماء جلال نائب رئيس الديوان، الأستاذة دينا زنهم مسؤولة السوشيال ميديا داخل الديوان، الأستاذ محمود متولي المسؤول عن التخطيط وتطوير الديوان. سؤالي ليك يا محمود في البداية، أنت الفكرة جات لك إزاي؟ هي الفكرة من البداية ما كانتش إن أنا عايز أدخل الجامعة أبقى زي أي حد موجود في الجامعة أو أي طالب موجود في الجامعة، أستنى إن أنا أتخرج وبعد كده أبدأ أشتغل، أستنى وظيفة عادية أو لأ، أنا عايز أثبت نفسي. بدات ان انا ادور ان انا ازاي اشتغل، ان انا ازاي اتميز، ان انا ازاي يبقى يعني ما اعديش على الجامعه وخلاص. بدات ان انا اشترك في فريق واثنين وثلاثه، ولكن ما كنتش بستمر مع الفرقه، بحس ان انا ما كانش المحتوى بتاعها او ما كانش الفريق بشكل اجمالي كويس. فقدرت ان انا اعمل لنفسي، او ان انا حبيت ان انا اعمل كيان مش بتاعي، بتاع كل الطلبه اللي زيي. فحبيت ان انا اعمل كيان ديوان التاريخ عشان يبقى بوابة وعشان يبقى بيت لكل متخصص. سواء طب انت جمعتهم ازاي؟ انتوا من مكان واحد كلكم؟ لا تقريبا ما حدش فينا من مركز تبعي. انتوا محافظة الشرقية. كل واحد فيكم من مركز مختلف. طب جمعتهم ازاي؟ يعني اتكلمت معاهم بقى، قالوا عايزين نعمل، تعالوا يا جماعة نتجمع عشان عايزكم في موضوع مهم ان نعمل ديوان. يعني هو معرفتي بكل واحد كانت مختلفة تماما عن معرفتي يعني بالتاني. الأستاذة أسماء طبعا كان معرفتها أو معرفتي بيها كنت في كورس وأنا كنت بحضر في الكورس ده وتعرفت عليها، عجبتني الشخصية بتاعتها، المعلومات بتاعتها، الأسلوب بتاعها، كلمتها إن هي تنضم معايا ووافقت. متولي برضو نفس النظام، متولي كان معايا في الجامعة بس ما كناش نعرف بعض في الجامعة. أنا كلمته قلت له يا متولي، لقيتني بكلمه بقول له متولي انا عايزك معايا. حلو جدا. فهو وافق ان هو يبقى معايا، وفعلا يعني سعيد بان هو شريك نجاحي واخويا. واستاذ دينا طبعا هو كان فيه، احنا كنا اصحاب اصلا قبل الديوان، ان احنا في الجامعه مع بعضينا وكده، وبعد كده قدرنا ان انا ودينا اكلمها، يا دينا انا عايزك معايا في الفريق. فقدرت ان هي دينا برضو، دينا من الشخصيات اللي لها تاثير عندنا في الديوان ودورها رئيسي في الديوان عندنا، لان هي طبعا حضرتك قلت مسؤوله السوشيال ميديا. هنرجع لها تاني. تمام. طيب قول لي بقى، يعني فهمني كده، انتوا بتعملوا ديوان التاريخ ده بيعمل ايه؟ طبعا هو الشغل بتاعنا مش بيقتصر على حاجه او اتنين. الشغل بتاعنا بيقتصر على حاجات كتير. احنا طبعا اسمنا فريق ديوان التاريخ لنشر الوعي الاثري والترويج عن السياحه المصريه. ده الهدف بتاعنا والشعار بتاعنا الرئيسي، اللي هو نشر الوعي الاثري والترويج عن السياحه المصريه، اللي هي سياحه بلدنا اللي هي مصر. فبنقدر ان احنا عن طريق الفريق ده بنعمل حاجات مختلفه. حاجه زي ايه؟ بنعمل كورسات، زيارات ورحلات، وبنعمل ندوات ومعسكرات، بنعمل ندوات. كل ده بيندرج تحت تنشيط الوعي الثقافي عند المجتمع بتاعنا. طبعا ده من حبنا لبلدنا اكيد، يعني ان احنا عايزين نوصل الحضاره بتاعتنا لبلدنا وللبلاد الاخرى بصوره كويسه، بحيث ان احنا يعني نرتقي بالفكر بتاعنا في الحضارات بتاعتنا او في الاعوام السابقه بتاعتنا. حلو جدا. طيب قولي لي يا اسماء، انت نائب رئيس الديوان، بتنوي عنه في ايه بقى؟ بنوب عنه مثلا في بعض القرارات، يعني مثلا ممكن يكون استاذ محمود مشغول في حاجه ثانيه، مثلا بيبحث عن حاجه ثانيه داخل الديوان وكده، فمثلا بيديني بعض الديتيلز الصغيره انني بعد كده ببدا بقى اطورها. واحط مثلا انوب عنه في شويه القرارات، مثلا لو في ضغط شغل عنده او حاجه ببدا انا اخد القرارات وارجع لحضرته. يعني ممكن تاخدي قرار نيابه عنه ولا أكيد لازم ترجعي له برضو الاول؟ لا هو مديني الحريه، يعني هو بصراحه مديني الحريه ان هو اخد القرارات، لان مثلا اي حاجه قبل كده بنبقى دارسينها من قبل ما ناخدها طبعا او نحط القرار. طب قول لي محمود، انت يعني اشمعنى اسماء اللي اخترتها نائب ليك؟ ليه مش دينا؟ ليه مش محمود؟ اسماء في وقت من الاوقات كنت انا لوحدي،
في بدايه الموسم الثاني كنت انا لوحدي. تمام. ففي الوقت ده ما حدش واقف جنبي غير اسماء، ما حدش ساندني في داخل الديوان، داخل الاداره، المنظومه بتاعتنا، ما حدش واقف جنبي غير اسماء. وطبعا كان معانا في طلع الموسم الثاني معايا اثنين من الاداره اللي هو استاذه اسماء واستاذه رضوى. فانا كنت لوحدي، فبحيث ان هي برضو اقدم شخص في الموسم الثاني في الاداره الحاليه، فلها الحقيقه ان هي تبقى معايا، فان هي تبقى نائب رئيس فريق دون التاريخ. تمام، حلو قوي. سؤالي ليك يا دينا، انت مسؤوله عن السوشيال ميديا داخل الديوان، فهميني بقى دور السوشيال ميديا ايه في الديوان؟ طيب، بدايه السوشيال ميديا بحاول بقدر الامكان ان انا اتعامل معاه على انه مرايه لشغلنا داخل الديوان. يعني معظم شغلنا داخل الديوان لازم يظهر بصوره كويسه على السوشيال ميديا، لان طبعا أكيد. الصله بيننا وبين الشعب او بين اهلنا او بين اي بين فئات الشعب عموما وكل طوائف الشعب، مش عمر معين او حاجه زي كده، انه بحاول بقدر الامكان ان الديوان يظهر بصوره كويسه وان شغلنا يظهر زي المرايه بالظبط زي ما قلت لحضرتك في الاول. اكيد طبعا. طب انت شايفه من خلال التعليقات يعني كده في اقبال من الشباب على الديوان؟ اكيد طبعا. طب الاعمار ايه بقى؟ يعني اديني رينج كده الاعمار المقبله على الديوان. الاعمار طبعا معظمها بيبقى تعليم عالي، يعني كلها جامعات وما بعد الجامعه طبعا. وفي نفس الوقت برضو مراحل الثانويه العامه، دي من الحاجات اللي لفتت انتباهي في الاخر ان في اكتر من شخصيه. مثلا في طلبه ثانويه عامه بتدخل مثلا تتكلم معك؟ بتدخل تكلمنا ادمن البيج او الجروب بتاعنا او ايا كان، انها حابه الموضوع وتقول لي حابه مثلا ان اكتب معاكم مقالات، ان انا ابقى معاكم، ان اعرف معلومات اكتر، ان اعمل فيديوهات. فالموضوع لفت انتباهي انه بس مش تعليم عالي فقط، ولكن يعني في الثانويه العامه ناس برضو معجبه بالحاجه دي. حلو جدا. محمود متولي، انت مسؤول عن التخطيط وتطوير الديوان. طيب. قول لي، ليك خطه واضحه في 2021؟ اكيد طبعا، عندنا بنجتمع كل قبل شهر او ممكن شهرين لو المكان الوقت ما يسمحش معانا، بنحط خطه معينه وبنمشي عليها. وطبعا خطتنا بتبقى متضمنه في الكورسات والرحلات والمبادره بشكل كبير، لان عندنا طبعا يعني في كذا فريق معانا وكده، فاحنا بنحاول يكون الحاجه بتاعتنا مختلفه شويه وتشد الناس لينا. وكمان دوت ظهر يعني في رحلاتنا وفي الكورسات بتاعتنا في الزيارات، كان الاقبال طبعا كويس جدا. وكمان عندنا طب موضوع فيروس كورونا يعني ما اثرش بالسلب على الديوان؟ لا طبعا، حتى اخر محاضره كانت من اسبوع تقريبا كانت اونلاين، الاستاذ محمود وفي طبعا حاجه معانا فيها المدرب الافضل كان الاستاذ محمود فيها، وعمل محاضره كويسه جدا وكان الحضور عالي جدا طبعا اونلاين طبعا. حلو جدا. طب بص يا محمود، انا عايزاك، انا دلوقتي قريت على البيج بتاعتكم ان انتوا بتدوا كورسات. تمام. ايه الكورسات دي؟ يعني ايه بالظبط؟ طبعا الطالب فينا بيخش اربع سنين جامعه وبيتخرج وبيخش على مرحله ان هو يشتغل. بتتاهل للشغل ازاي؟ وايه اللي بيلزمك لما بتروح تشتغل؟ انت دلوقتي بتروح تقعد تشتغل، بتقول انا جاي اشتغل، ايه اللي معاك؟ طبعا بيبقى معاك السي في بتاعك ومعاك شهاده الجامعه بتاعتك. السي في ده عباره عن ان انت شهاداتك او خبرتك بتبقى موجوده في السي في. اكيد. طيب انا معايا الشهادات ومعايا السي في بتاعي، ناقصني الخبره وناقصني المعلومات. انا بقدر ان انا عن طريق الكورسات والمحاضرات والندوات اللي بنعملها ان انا اهلك بخبره وبشهاده ان انت تشتغل وتبقى مؤهل لسوق العمل. الكورسات بتاعتنا بتبقى مقتصره يعني على وجه خاص بالتاريخ، وعلى وجه عام ان انا بطورك برضو خارج المجال، بحيث ان انت تشتغل في الكمبيوتر، في اللغات، التنميه البشريه، كل ده بتقدر تشتغل فيه، تقدر ان انت عن طريق الحاجات دي تطور في نفسك اكتر. طب انت بتجيب متخصصين بقى في المجالات دي؟ أكيد طبعا. ولا انتوا مؤهلين لحاجه زي دي؟ لا اكيد، يعني لو الحاجه متوفره في الفريق، لو التخصص ده متوفر في الفريق، لا يبقى انا عندي الشخص اللي في الفريق افضل أكيد ان انا اجيب طبعا. شخص من بره يحاضر معايا، فبحيث ان انا لو كان تاريخ لا انا اولى ان انا احاضر. طب حاجه خارج التخصص مثلا كمبيوتر، لا انا عامل بروتوكول تعاون مع مؤسسات ثانيه ان هي تدرب معايا. تمام. طب ما حلو. طب ما احنا عايزين نعرف بقى، يعني الكورسات دي بمقابل مادي ولا اجر رمزي؟ يعني هو انا ما اقدرش اخد مقابل مادي لان انا فريق تطوعي. حلو. ما اقدرش ان انا اخد مقابل مادي، دي حاجه انا بعملها. بس في غيرك ممكن يقول ده وقتك ومجهودك. انا حابب كده. انا حابب كده، وفي نفس الوقت انا بستفاد خبره. تمام. بستفاد مثلا، وليكن بستفاد شهره. تمام. ازاي؟ ان انا مثلا محمود، انا رحت محاضره ومحمود صار بيحاضر، استاذه دينا بتحاضر،
تمام. فدي حاجه كويسه ليا ان انا تفوقت على شخص زي او زميلي في الجامعه في حاجه. تمام. هو موضوع برضو موضوع الفلوس، هو انا لو باخد فلوس انا مثلا بروح اجر مكان قاعه يعني رسوم المكان بس. بالظبط، تبقى الرسوم بياخدها بتاع القاعات مش انا يعني. هو بياخد الرسوم له مش ليا. اكيد. طيب كلموني كده عن مبادره حكاوي، يعني انا لفت نظري الاسم مميز بصراحه، كلموني كده عن المبادره. طيب مين ممكن يتكلم عن المبادره؟ اقول لك حكايه الاسم. قول. هو حكايه الاسم طبعا كلنا بنكتب مقالات بشكل منفرد، استاذه دينا بتكتب، استاذه اسماء بتكتب، حتى في الموسم الاول كنا اي شخص بيكتب يعني مقال. جيت كنت انا بتكلم مع شخصيه يعني، فبقول له تعالى احكي لك مثلا حكايه كذا، مش فاكر كنت بتكلم مع مين يعني. فقال طب كويس تعالى. فهي الموضوع جه ان انا عن طريق الحكاوي بقول لك مثلا بحكي لك عن شخصيه، او بحكي لك عن مبنى، او عن اثر يعني، بحكي لك حكايته. حكايه يعني. بالظبط. فحكاوي تعالى نحكي مع بعض. ما هو لفت نظري ان انتوا برضو صفحتكم شيقه، يعني في شباب ممكن يدخلوا على الصفحات التاريخيه يحسوا ان الوضع لا ممل. بس انا لفت نظري بصراحه الفتره اللي فاتت ما كنتش بعمل حاجه غير اني ماسكه صفحتكم وبتفرج. لقيت ان الموضوع شيق. بتعملوا ايه يعني عشان تبقوا مختلفين عن غيركم؟ برضو ما بنستمرش على حاجه، بتطوروا من نفسكم على طول. حتى يعني في فتره من الفترات كانت مبادره حكاوي اسمها حكاوي المراكز المصريه، اللي بنتكلم فيها عن الاثار اللي موجوده داخل المراكز، الاثار اللي مش موجوده. ايوه تمام. انت شايف ان في معلومات تاريخيه مغلوطه المفروض يتم تصحيحها؟ اكيد كتير. زي ايه؟ اديني مثال مثلا. معلومه كده حاسس انها المفروض انتشرت بسرعه وهي غلط اصلا ومفروض تتصحح. فرعون موسى. طب ما ايه الصح؟ طب ايه الغلط وايه الصح؟ هم الموضوع طبعا في كلام كتير ان هم ربطوا قصه فرعون موسى برمسيس الثاني. وفي ناس كتير بتقول لما تخش المتحف عايزين نشوف فرعون موسى. فرعون موسى مش رمسيس الثاني. انا نفسي كنت بحسب كده. دي غلطه من يعني الصح الغلطات. ايه؟ لا هو فرعون موسى مش رمسيس الثاني. هو مين طيب؟ ولا لسه ما وصلتوش؟ لسه لحد الان العلماء ما استدلوش على شخصيه فرعون موسى. دي معلومه ظريفه جدا. طيب اوجه لكم بقى سؤال. في اماكن في مصر حاسين انها مظلومه يعني تستحق ان يتسمع عنها اكتر من كده وما خدتش حقها، يعني المفروض كان الضوء يتسلط عليها زي ايه؟ طيب اديني. طبعا عندنا في مصر يعني اماكن اثريه كتير جدا مغموره، يعني مش اللي هي ظاهره للجميع كده. يعني انا نفسي كنت طالب في سنه اولى كده، حتى زي المنطقه زي تل بسطه كده عرفتها طبعا عن طريق فريق الديوان ان انا بنزل هناك زيارات كده. منطقه شرقيه. هي تل بسطه فين؟ محافظه الشرقيه. بدات انزل واشوف الاثر اللي هناك واحتفظ بالحجر، ومكان كويس جدا لكن مظلوم من ناحيه اللي هو بيتروج ليه او كده، وبرضه سام الحجر وتل بسطه كلها اماكن يعني في الشرقيه مش معروفه يعني للجميع، لكن الحمد لله احنا قدرنا نسلط الضوء عليها وفي ناس كتير عن طريقنا عرفتهم. حلو جدا. عايزه اشكر اسماء ودينا ومحمود، انتوا شرفتوني ونورتوني. هنطلع الفاصل ده ونرجع على طول علشان نستكمل حلقتنا ونستقبل باقي اعضاء فريق ديوان التاريخ. خليكم معانا.